مساء الخير على الجميع. طبيعة الإنسان أنه يخطأ وفطرة الإنسان أنه يطلب سماح، وسماح عمره ما كان عيب في تربيتنا وأخلاقنا الإسلامية والاجتماعية. ضيفتنا لهذه الحلقة ومرسول الخير فيها راح تكون من الأوساط الفنية، الفنانة الغنية عن التعريف، الفنانة القبائلية. نرحبوا بتانينا ضيفة حلقة اليوم، المطربة القبائلية تانينا. تانينا جاد ضيفة القات روحها في قصة اجتماعية. من إنسانة؟ عيبارك. ما تطلو المرأة الأولانية عاود تزوج مع مرأة مطلقة وعندها طفل، المهم قبلها بيها بولدها، ربى لها ولدها، عيشها كيما تحب، وخيم اللي كانت عايشة. باش نسمعوا الحكاية نروح نرحبوا بعبي منور في بلاطو برنامج مرسول الخير. يا تانينا يا تانينا، شوفي مليح فلا منور يا تانينا. عمي منور عسلامتك معنا في برنامج مرسول الخير. الله يسلمك، بس تعبت يا سلام لي ما قلتوليش هكذا. لا بس عليك عمي منور، صبر معنا غير شوية الله يخليك. ما قلتوليش هكذا. كيفاش وصلت الحالة هذه يا عمي منور؟ مساء الخير عمي منور. خير ابني. واش راك سافا؟ قولوا الحمد لله. ما عليش عمي منور. قولوا الحمد لله. قولوا الحمد لله. حسبي الله ونعم الوكيلة. فرانشمون ربى لها وليدها، كتب عليها الدار وخاف عليها. ونزيد لك عمي منور، قلت لي شريت له طوموبيل لوليدك هكذا. شري له كروسه باش يخدم. ايه وما قراش المخلوق، شريت له كروسه ومو قالت له اكتبها على اسمك دير 360 هكذا. قرا شري له طوموبيل. شكون يدير لك هكذا؟ وباباه سمح فيه هو في كل شيء معاه. فوالا اكزاكتومون. مازال ابني. قل لي عمي منور. انا والمرأة تاعك هذه كانت مليحة معاك، كانت قايمة بك. يا ابني واش أقول لك؟ قلت لك ويل الفرد كيطيح، الفرد نهار اللي يطيح يكسروا دباحهم. عمي منور. بضاني بصاحبي وابني، وكان جابني ما يدير لي ما يبطني. مسكين. واش دار لك؟ بطني. ضربك؟ إي بطني بطني. واش قال؟ ضربك قصدك عمي منور؟ إي بطني. ايه معليش ايه هكذا بيبو ضربو تلقى وجيب وليدها وتلقى راجل يتكفل بها ويتكفل بوليدها نورمال ما تحطو في عينيها بيان سور بلوس كو سا هادي جوجة ماشي جوجة هادي هادي مغنية هادي تغني القبيلية ايه 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 قلت ايه قبيل قبيل قلت لك مقبيلة هادي جات تيزي وزو غير على جنب مرتو راهي هنا حضرة معانا جبتوها جبناها عمي منور راهي هنا ان شاء الله جماعة اذا كانت الزوجة تاعو جاهزة باش تدخل خلوها تدخل مرحبا بك مدام، واش راكي لاباس؟ لاباس بخير. الولد لاباس، لعينك عام خير. لاباس. مرحبوا بك في برنامج مرسول الخير مدام. يعيشك صحة. راكي هنا في برنامج إن شاء الله نسعوا للخير، وعلاش قريب 14 ما شتيش راجلك مدام؟ أو مريض شوية. إيه؟ ويخرف و معنيش نشوف فيه مخرف مدام، سمحي لي، أو بعقله والله يبارك. آه ويشفى، منور. عرفتني؟ مس الخير، مس الخير. قالك ربي. المنور حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عرفتني المنور. عرفت اقول لك تزوجنا اقول لك تزوجت. راك شافي واش من عام تزوج عمي منور؟ وين هنا؟ انت هي تزوجنا في 2004 11 اوت 2004 11 اوت 2004 ونهار هذا كان الاربعاء. قولي لي يا مدام قلت لك يا اخي قالت لك خرف ولا عندك كم سامي هو مازال راه في عقله لاباس به راه علاش يا مدام علاش؟ علاش ديري هكا فيه؟ ما يشفاش انا كيفاش ما يشفاش انا نسمع كلش انا كيفاش ما يشفاش ما خفتيش ربي دوك فهمك لا لا خاف ربي انا خاف ربي حسبي الله ونعم الوكيل كي نشوف على بالك قلبي راه يخبط ايه مخلوقه غير مراكي مانتي دوك راهي مانتي راهي حايره قولها تعاودها جات حنينه من عندك سمعت انايا ربي لك وليدك ما بفش وشري له طوموبيل ودالو دالو على فين دو كنت بعد يلقى روحه في دار العجازه يعني انا الا ما حدا رسول الله ولا يضرب مع الطفل شكون يخرج في الليل؟ وليدي يا ابنك ضربني كيف نخرج ما ضربكش المنور ما ضربنيش ما ضربنيش كركر فيها من داري ولا يحني بدروش نعم ما ضربوش طبعوا برك لا معني طبعوا برك ما ضربكش ولكن تهدري طبعوا نورمال ما ضربوش وقت نورمال طبعوا نورمال في الشريط نورمال اسكو سي نورمال نورمال لا سيتواسيون هذه كتشوف فيها نورمال انت طبعوا وليدك و ويلقى روحه في الشريطه وزيد يدار العجازه نورمال انت تجي تطبعني نورمال مدام انا قلت عندك قلب ولا ما عندكش عندي قلب
شوفي يا تانينا شوفي كيفاه، راهي تقول نورمال عادي، والله غير قصتها غير تحير. لا لا سمك شافي على كلش منور. على بالك انتي 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 اللي ما تشفاش، انتي اللي مهبوله ماشي هو. على بالك وكي تسقسي نورما وجهك صحيح ولا يشفى ما يشفاش، سي قصه. روحي يا دريب، روحي يا دريب، الله يكرفس لك الايامات. روحي يا دريب، تبقى في الطريق تحفي حوايجك يا دريب. يا عم منور. روحي يا دريب، ان شاء الله تشتاقي الخبز وجلاله في نوعك في دار المركز هذا اللي نعديني فيها زريبه. تاكلي دي في الماكله الزينه وانا قاعد للشر. انتم تاكلوا في الدشير وانا قاعد نخزر. قلتوا لي فرماشه فرماشه يا سيدي، رحيلي البطاطا. مازالك صغيره مدام، على بالك ماما ترفديها على كتفك. لا القلطه. علاش هكذا؟ علاش جاتك وعلى مدام ترحيل ويقين تاول؟ ما عنديش روب. واش قالت؟ ما عنديش أمة. ما عنديش روبو. ما عنديش روبو. وجهها صحيح المراه هذه، انا نديها على بالك. على ربي على ربي على ربي في عبيني في حياتك يا ابني، ما نطيقلوش انا. خلوه جماعه يدخل. راه جا فؤاد راس المشاكل. يا خو مهبول اللي تبدل في الحومه دوك اللي تبدل هنايا، واش حبيت يا خو؟ الانسان هذا، واسمح لي يا عمي منور، راك تشوفي روحك تحكي مع انسان مهبول؟ وين جبتيني انت دوك؟ جبت لي انسان بعقب هذايا. واش تحكي معاه؟ حسب روحك انت يا، واش حسب روحك؟ احكي نغمة هكا هكا. دير في باباك ديه الدار العجازه يا رباك قراك كبرك. ها اي تحكي معك بصح، واش تحكي مع يماك انت فؤاد؟ على فين دي كنت؟ هذا هو الخير خويا العزيز. كنت حاسبي فيا؟ علاش تحاسب فيك مي؟ انا راني نسمع، راني لا كنت حاسبي فيا، راني فعل خير انايا. ماشي بارك الله فيك. حاسب ما نحاسبش فيك اخوك، حابين نديرو خير. ايه ان شاء الله ان شاء الله نديرو كاع الخير. اديه عندك للدار ودير الخير. ربي يعيشك. دوك نديه، دوك نديه، انا نديه، دوك نديه. وزيتو تيبا دير الكروزة. ها وبدا المشاكل. ها يا فؤاد خلينا، هاي ارواحي انت وفهمي يا تانينا. قلتكم يضرني، قلتكم يبطني. شفت بعينك وشفنا كاع مدى؟ لا اله الا الله. ما نروحش مربية كامل هذه. ما نروحش على وليدي. ما نروحش ماشي مربي، وانت ماشي مربية تاني. لو كان جيتي مربية تربي وليدك على واش هكا؟ انا واش درت؟ كل شيء هي اليمات. لو كان جيتي مربية انت تربي وليدك على تربية حسنة. كان يا اختي والله غير تخلصي هذه دنيا واخرى. ان شاء الله. وعرين دعوش بالك. الله يا مدام. اللهم امين. حسبي الله ونعم الوكيل. امين. نروح نشوف المعالج. روحي يا مدام الطبيب نسمع. اختي جدي. يا منور. اختي اختي جدي. قولها تحطيني. يا عمي منور الله يخليك، خليها. يا عمي منور ماني مطفي. ما بقى لا منور لا. سيدو المنور. دروك يدخل في الهالزايمر. غفري هانتي يا تانينا. هيا درك داول ماشي خدام اليوم قد واش عمي منور؟ هذه المرات تاعك سليمة عمي منور. كي تقلق يرخقع. ايه وانتو ما قلق راجلك يا مدام، راجلك هذا راجلك بدوك ما هوش شافي عليا. منشي كل وحشية هذه. هز اكسكيوز، مرة ما يهضر بزاف، مرة يمشي في الليل ويطبطب للجيران، ودوكا ما شفاش عليك عمي منور. ما قبيلتش فيك. المنور يا باش انت سعديت جاته. ما شافش فيك، مازال ما شافكش. طلي هكذا يا شوفي. طلع لي منور. تساعديت واش راك؟ خينا تساعديت. ربي ربي نشلي حاجة واحد ما يطيبها كيما انت جيتي كربابي. طيبي لي حبيبي يعطيك ربي. واش قال لي؟ قال لك طيبي لي كربابي. نطيب لك نطيب لك كلش واش حبيت. نطيب تجي معايا، يا تجي معايا نطيب لك كلش. هذا طيب كلش. ندير لك الطعام، ندير لك أخديجة. قالك طلع الطعام بالدجاج ندير لك. لا 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 ندير لي الطعام المسفوف ماشي تاع تاع قولي لي بالجلبانة تاعكم المسفوف تاعكم تاع. كاش مشكلة يا تجي معنا دوكا. كم قلت؟ ها؟ هذاك الزين. وزيدي تهدري. وشنو؟ وزيدي تهدري تم قلت وزيدي. خليه هو يهدر. ما نهدرش في بلاصتي. ما تهدريش كامل انت. علمي عمل علمي خداوي طيب لي تكر بابي الخطرة هذه وطاش طيب. ايه يا عمي منور. تعلمني. قولي لي مدام الحالة هذه. والله غير تحير على بالك. علاش؟ انا راسي حبس. عيب عليك انه الواحد يسرعفو دوكا. دوكا كي كان لداخل ويشوف التصاور تاعو وشاف انه على بالوش بلي الحل تاعو هكذا. وازع في بالك كي شافنا هنايا وشاف كاع وداي في باله بلي ممكن جبنا هنايا وحشم من الاخر. اي نعم الله يجي يحاول يضرب بابه بالعكلي كوميم. معليش حاولوا ندخلوه جماعه شمو يعني. معليش خلوه يدخل وان شاء الله يكون فيها خير. اي هكذا لازم هكذا. تفضل فؤاد. تفضل اسمح تفضل.
تفضل بقي صافقوا على صافقوا جاك واحد كشمير والو والو اللي فلا تصفر ولا جاش طايره ولا الضيفه تاعنا روح طلب من ابن عيسى ما طاولنا سخنه روح طلب من السماء الله يخليك تعال نولوا في السخنه شتي وليدي ما تعال نولوا في السخنه تعال نولوا في السخنه مهليل هاج شكون انت انا وليدك شكون وليدي ما عندي في الدراري تفرختين هذا والله لا تعبتي قولوا ثاني انا شكون انا على قمع لغير باي باي سالينا هاي ليش الدار هم ليش الدراري هاي ليش تحديث هم وليداكي ابقي على خير هاي يا تانينا ها تانينا هذا غير جدو حسين والكاميرا المخفية الورد للموسم الثاني عيسى اسمحي لي مدى اسمحوا لي يا على بالي قلبي ها هو علاش ديروا لي هكذا علاش والله جيت لي نجي علاش قالك تبع على زوج ديالي هكذا جامي نجي على بالك طيحتني صافي لا تخوازيام لا تخوازيام فوا لا تخوازيام الثالثة ثابتة يا حا بو يعطيكم الصحة لا تخوازيام فوا هكذا يا جدو حشاك فوا يحكمني ما وما في قلوش نقول لكم يعطيكم الصحة صحة رمضانكم صحة فطوركم إن شاء الله نصوموا كامل بالصحة ولهنا وربي يرفع علينا هذه الوباء إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تانينا ميرسي